ولمناقشة هذا الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي السيد نزار إكريكش. سيد نزار، مرحبا بك معنا. ألو، أهلا وسهلا سيد نزار. أهلا وسهلا. هجوم حفتر على يتواصل على طرابلس، هناك حديث عن فشل هذا الهجوم، كيف تقيم الموقف ميدانيا في الوقت الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قصدي ميدانيا يعني صعب الوصف الكامل، لكن هو الان هناك منطقتين اساسيتين يعني استطاعت قوات الوفاق ضربها، هي منطقه غريان ومنطقه الجفره، وهما يعني تقريبا الشريان الرئيسي لعمليه الكرامه. هناك منطقه ترهونه ما زال فيها بعض المقاتلين من المدينه نفسها، فبالتالي تقريبا كل خطوط الامداد وكل المواقع الاستراتيجيه لعمليه الكرامه ضربت من قوات الوفاق، وهذه استراتيجيه العمل على خطوط الامداد كانت من البدايه من قوات الوفاق، بينما كان يعتمد حفصل على قضيه تحريك الشارع من داخل طرابلس وتحريك اتباعه من طرابلس من خلال اظهار بعض المشاهد الاعلاميه التي تظهر وكان امر طرابلس قد حسم. هذا هاتان استراتيجيتان يبدو ان موفق فيهما كانت استراتيجية حكومة الوفاق. لا زال حفتر يحاول أن يستمر في نفس الاستراتيجية، بمعنى أنه يدخل لبعض المناطق ويصور ويحدث جلبة إعلامية فيلقي في روع أهل طرابلس ومن فيها أنه قد دخل لطرابلس، فهذا قد يفسح مجال لأتباعه داخل طرابلس. لكن مع الوقت ظهرت جدوى عملية ضرب خطوط الإمداد من خلال ضرب غريان، من خلال ضرب الجفرة البارحة، واليوم يستمر الضرب إلى الآن، وضرب حتى لما ضربت الجفره طبعا لم يبقى له الا راس لانوف وبعض المناطق في الجنوب، ووزع قوات حفتر في هذه المناطق. الان في هذه الاوقات يضرب قوات الوفاق حتى هذه القوات التي وزعت في الجنوب، فاصبح هناك خطا استراتيجي وقع فيه العمليه طول عمليه الكرامه، ولا سيما اعلان قوات الوفاق استعادت السيطره على معسكر النقليه جنوبي طرابلس. ما اهميه هذا المعسكر؟ هو هذه العملية لم يبقى إلا ساعات، وهذه عملية كر وفر في الجنوب، هذه أحد العمليات، يعني لا يمكن الحديث عن السيطرة عسكريا إلا بعد مثلا فترة طويلة تمسك مكان وتسيطر عليه فترة طويلة حتى نقول سيطرة، ولكن هو كان يريد نفس الفكرة التي قلت لك، ويدخل إلى أي معسكر من المعسكرات ويصور فيه ويظهر لأتباعه بأنه ما زال موجود في المشهد، لأن ضربة الجفرة وضربة غريان ضربة غير سهلة. عسكريا لا أظن أن لهذه المناطق أهمية سوى هذه الأهمية بالنسبة لحفتر أن يظهر أنه قريب من العاصمة، بينما حكومة الوفاق أصلا هذه المناطق واقعة تحت ضوء كامل من العسكريين وتراقب هذه المنطقة بحذر كافي، وهناك طائرات تطلع دائمة وطائرات حتى تقصف في قوات حفتر في المنطقة. لكن الإشكال في الجنوب هو أن هذه المنطقة منطقة لأهاليها، بمعنى من يقاتلون في حكومة الوفاق هم من أهالي تلك المنطقة، بالتالي يصعب يعني الدخول في نزاع اجتماعي يدخل في صراع كأنه يعني بين طرابلس ومنطقة ترهونة، فهناك يعني لا يريد حكومة الوفاق أن تعقد الأمر بحيث يتحول إلى صراع اجتماعي في جنوب طرابلس بين مناطق الغرب والليبي، فأنت يعني تمضي على طريق مليء بالشوك بين أن تقاتل عدو وتدفع صائل وبين أن تحافظ على نعم. الاجتماعي، وهذه ليست بالمهمة السهلة. لكن نعم. لكن استمرار غارات قوات حفتر على عدة مناطق من بينها مصراتة، كيف يمكن قراءتها وهل ستؤثر على هذا النزاع؟ هو لم يعد له طائرات يعني هي العسكرية الروسية، الطائرات اللي هي يعني غير الطائرات المصيرة لم يعد له، لا يستطيع أن يمارس، ما يملكه لأنه هذه الطائرات المسيرة. إشكالية الطائرات المسيرة أن كيف تسقط تحتاج إلى يعني رادارات وتحتاج إلى تقنيات لا تملكها قوات حكومة الوفاق، هذه ستظل، ولكن هي في الغالب الإشكال الآن المعلومات، يعني قوات حكومة الوفاق يبدو من خلال المتابعة أنها تحصل في معلومات قوية جدا على قوات الوفاق، بينما حفتر كل ضرباتها إما في مستشفى ميداني إما في أحياء مدنية، فلا تفهم يعني تفهم من ذلك أن لا يوجد لديه معلومات عسكرية، لأنه هو الأصل هو يضرب مناطق عسكرية. أظن أن هناك إشكال في المعلومات، إشكال في غرف العمليات، هناك تشتت استراتيجية الإعلام ومجرد إحداث جلبة إعلامية يبدو أنها غير مجدية تماما، لأنه يعني جربها في بنغازي ودرنة وللأسف قررت نفس الاستراتيجية ولن تنجح.
بالحديث عن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في باريس لدراسة التدخل الفرنسي في ليبيا، ماذا نتوقع من هذه اللجنة؟ ما رأيك في تشكيلها أساسا؟ هو ضمن بعد اكتشاف الأسلحة في غريان وثبوت يعني الدعم الفرنسي لقوات حفتر، فكان لابد من تحرك من القوات المعارضة أو من قوى المعارضة في فرنسا ضد سياسة الرئيس ماكرون. هو أصلا يعني من فترة والمعارضة تنشر بأن ماكرون يساند مجدر الحرب، ماكرون يساند يعني باغية جديد في ليبيا، فهي الآن بالنسبة للمعارضة هي موضوع كبير. لذلك استطاعت هذه المعارضة تتحصل على مجموعة من الأصوات وتشكل لجنة وتؤثر في البرلمان، وهذا طبيعة يعني النظام الديمقراطي يمكن التأثير في سياسة الدول من خلال البرلمانات. الأمر المهم في هذا الأمر أن المعارضة تقول أن في بعض الليبيين رفعوا بعض القضايا في فرنسا ضد حفتر بشكل مباشر بعد أحداث في بنغازي في نابوزا، وحصر يعني مدنيين وقتل عجائز وأطفال ومنع عنهم المياه. فالقانون الفرنسي يعتبر حفتر مجرم حرب، وبالتالي بالنسبة للمعارضة هذه كانت يعني نقطة قوية ضد الرئيس ماكرون وسياسته. وصلت هذا يأتي في حالة من الجدل من المعارضة ضد ماكرون، وأظن كلها تأثير لأن ماكرون يعني يعاني من إشكالات كبيرة مع اليمين. أشكرك سيد نزار كريكش الباحث السياسي الليبي، كنت معنا من إسطنبول.